النوم على الجانب الأيمن هل هو واجب دون الأيسر؟ جزاكم الله خيرا. النوم على الجانب الأيسر على الجانب الأيمن مستحب، وأيضا ينام الإنسان على وضوء، كل هذا مستحب، ويأتي بالورد ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويأتي بالأدعية الواردة مثل اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجأ ولا منتجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا نام على جنبه متوضعا وأتى بهذا الورد وهذه الأدعية فهذا هو السنة. نعم.